ماشي. طيب انا عارف ان حضراتكم طبعا قاعدين مقفقفين ومتكتكين ومتلحفين تحت 17 بطانية و12 لحاف، واللي مشغل دفاية واللي مولع نار، ويا عيني وانا جاي دلوقتي والله الجو صواريخ يعني، جاي في العربية كده فتحت الشباك سنة كده الهواء صفر، فلقيت ناس كده اعراب كانوا قاعدين كده حراسة في منطقة مش مولعين نار وقاعدين جنبيها، مولعين نار وقاعدين فوقيها من كتر البرد الحقيقة، مع ان درجة الحرارة 10 و11 بس عشان سرعة الرياح عالية يعني سرعة الهواء عالي، فمخلينا محسسنا ان درجة الحرارة 10 دي ممكن تبقى 3 و4 ويمكن 0 كمان، البرد صعب ومش عارف القصة دي هتوصل لحد فين. خلونا نستقبل صديقي اللي وحشني كثيرا كثيرا ومفتينا الجوي الاستاذ محمود شاهين. مساء الورد يا استاذ محمود. مساء الفل يا استاذ تامر، اهلا بيك. اخبارك ايه يا جميل؟ ان شاء الله اكون بخير. الله يخليك استاذ تامر، غايب عننا كده وسايب الجو يلعب بينا. يعني كنا مستمتعين بشهرين جمال في الشتاء، فيعني الحمد لله. بس كان لازم طبعا الشتاء ينتهي النهايه دي، لان لو نفتكر السنه اللي فاتت كحادثة 12 مارس كان فاضل اسبوع على نهايه الشتاء، قرب عشان اعرف اظبطهم يا عم انس. اتفضل يا استاذ محمود، ده قصه بيني وبين المخرج. وكانت حاله من الصعب ان احنا ننساها طبعا. حاله 12 مارس السنه اللي فاتت. فاحنا كنا دايما من الهيئه العامه للارصاد الجويه بتنوه المواطنين وبتقول لهم يا جماعه ما تغتروش في ارتفاع درجات الحراره، لسه الشتاء فاضل له اكتر من شهر ووارد التقلبات الجويه، وده حدث بالفعل. وتم رصد الحاله قبلها باسبوع، وقلنا احنا داخلين على موجه منخفضه فيها درجات الحراره بشكل كبير مقارنه بالايام اللي احنا فيها اللي كنا فيها طبعا. ولكن احنا يعني حاولنا ما نهولش، لان كان في ناس غير مختصين هولوا بشكل كبير جدا عن الحاله وقالوا ان درجات حراره غير مسبوقه هتتعرض لها البلاد وهتكون اجواء صعبه جدا. الحمد لله. بس ما هي بيني وبينك برضو صعبه يا استاذ محمود الجو، هي صعبه الجو دلوقتي وانا جاي من شويه بصراحه الجو صعب لو قارناه بالايام اللي فاتت يا استاذ سامر، انما ده شتاء مصر. شتاء مصر فترات الليل شديد البروده وبالنهار بارد، ده طبيعي في فصل الشتاء. انما مش ليه شتاء مصر يا ريس؟ وانت مش كنت معايا في رابعه اول؟ يا ولا في خمسه تاني؟ مش فاكر، كنت في خمسه، خمسه اول يا خمسه تاني، لما كنا بندرس انه دافئ ممطر شطارا. ايه؟ دافئ ممطر شتاء. لا دافئ ممطر شتاء. لا بس طبعا لا، المعلومات دي كانت غلط طبعا في الكتب بتاعتنا. احنا اتعلمنا غلط انا عارف. لا فعلا كانت معلومات مغلوطه، وفعلا في لجنه في الهيئه العامه للارصاد الجويه قايمه دلوقتي مع وزاره التربيه والتعليم على تغيير هذه النصوص تماما يعني. فطبعا لا، الحاله فعلا فيها انخفاضات ملحوظه في درجات الحراره. النهارده سجلت 13 درجه مئويه العظمى، الصغرى كانت 8 درجات، والنهارده برضه الصغرى حوالي 7 درجات مئويه. فيعني يعتبر بس حضرتك معايا تشرح للساده المشاهدين فعلا انه سرعه الهواء والرياح بتحسسنا بالسبعه دول اقل يمكن 2 و3. طبعا هي سرعه الرياح بتزود احساسنا بانخفاض درجات الحراره، وده اللي دايما بنقوله ان سرعات الرياح المتزايده دي هي اللي بتدينا احساس ان الحراره اقل من درجات الحراره المسجله، مفيش كلام طبعا. تمام. بس الحمد لله خلال الساعات اللي جايه الامور بتستقر وسرعات الرياح بتهدى. الساعات دي اللي هي ايه؟ ساعات الليل ولا ابتداء من بكره؟ لا، ساعات الليل. ساعات الليل هتبدا الرياح تهدى على القاهره والوجه البحري، وان شاء الله بكره الامور هتستقر بشكل كبير. هتعلى درجه الحراره شويه، يعني النهارده 13، بكره 16 17. يعني تدريجيا كده الامور هتستقر. مفيش فرص امطار بكره ان شاء الله على القاهره والوجه البحري. مفيش فرص امطار؟ لا لا، يعني بكره نقدر نقول هلا بالخميس باذن الله بالنسبه للقاهره وجنوب الدلتا، انما شمال الدلتا والسواحل لسه الموضوع مطول. لا دول هلا بالجمعه بقى. لسه الموضوع مطول معاهم شويه ان شاء الله. تعتبر بس اقل كثافه وحده طبعا من النهارده. يعني النهارده كانت الذروه والحمد لله عدت. الحمد لله عدت. الحمد لله. الرياح هتهدى بشكل كبير على اغلب الانحاء بكره، والموج هيهدى اللي وصل ل 6 متر ورفع البحر على الشاطئ بره ده. الامور هتستقر ان شاء الله بكره باذن الله. باذن الله. ما تغيبش عندنا كتير لان غيابك بيخلي الجو ما يظبطش معانا. شرفتني ونورتني يا استاذ محمود. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. طيب استمتعوا، هو هلا بالخميس.